مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير حبيباتي. اليوم راح نعمل وصفة للإيد. هاي الوصفة شلون نقول عشان ترطب الإيد وتبعد التجاعيد، وبنفس الوقت شلون نقول تغير الجو. إذا كان مثلي أنا مثل حالاتي، يعني من تغير الجو كتير قاعدة أعاني عندي، خاصة إيدي أحسها كتير ناشفة وهيك زي التشققات، مو بس فيها حتى بشفايفي، بشرة وجهي. بس الحمد لله وأشكر، أنا امبارح طلعت لكم ماسك، وبعدين سويت لكم قليل شو اسمه، سويت لكم شوي كريمة كمان اللي هي من جوز الهند ومن زبدة الشيا مع فيتامين اي، خليتها والحمد لله وشكر، يعني وجهي بدأ يتحسن. بس ايدي حاسه لان شغل كتير، وحتى الشغالة صراحة يعني من كثر ما شافت الشغل اللي عندي هربت، ما مو طبيعي طبعا عندي الشغل. حتى يعني شو بحكي لكم، البس شلون نقول القفازات ماده تنفع، لانها قاعد تتمزع معي، لاني قاعده انظف بالكلور، عشان هيك ما قاعد ينفع وايدي كتير انضرت. فالمهم هذا الكريم او هذا الماسك اللي راح نعمله للايد كتير حلو. يعني انا صراحه بعد ما سويته حسيت هيك شويه براحه بايدي، كانت تحرقني يعني زي ناشفه ناشفه، يعني حرقه فيها، احس بدها تتمزع من الكلور اللي كنت اغسل فيه، يعني غسلت فيه شبابيك والدار كلها بالكلور. عشان هيك المهم حبيباتي شو سوي، في حاعطيكم اكثر من وصفه. انا هون شو اسويت، اخذت هيك يعني كاسه صغيره، نقول صحن صغير. وشو سويت، اخذت صحن صغير ان شاء الله يكون واضح، خليت معاه طيب ملعقه من الملح، يعني هيك قليل من الملح، طلعوا هيك قليل من الملح مش كثير. طيب وشو خليت معاه، خليت معاه زيت زيتون. الزيت الزيتون كتير كويس للترطيب، حتى نفس هاي الطريقة من دخلت على الحمام اتحممت كمان سويتها، كتير كويس. طبعا الشبة ما احطها لان الجو كلش ما يساعدني، والشبة كتير شلون نقول هي بيها حموضة، فهسه ما راح توالمني، لازم ارطب جسمي وارجع جسمي مثل الاول في رطوبة وفي حيوية، ارجع استعمل الشبة من اول وجديد. بس تحت ابطي لا بستعملها مو مشكلة. راح تاخذوها هيك حبايبي، طيب ان شاء الله في فاين جنبي، لسه انا هون بالدار مش متعوده اصور. طيب راح تاخذوه هيك حبايبي، وشو راح تعملوا، تاخذوه هيك تحطوه هيك وتحاولوا تعملوا هيك بايدكم، يعني تعملوا لها زي التدليك، مو طيب هيك، خلوكم بدلكوا كتير كويس كتير كويس، دلكوا بايدكم زين. حاولوا يعني تقولون الملح راح يتعبها، طيب الملح هيك بيعمل لها زي الجفاف، لانه انا بعمل فيها كنت اشكي كتير من ايدي، فزوجي قال لي ما هو الملح مالح راح ياثر، قلت له لا ما راح ياثر، صحيح هو الملح مالح طيب، بس يعني كتير كويس من للبشره زين. بس اسمحوا لي، انتوا راح تعملوا هاي الطريقه، ظلوا دلكوا فيها طيب مده 5 دقائق، بس اسمحوا لي اغسل. طيب مدة 5 دقائق وانتوا سووا فيها، بعديها غسلوا. بعديها شو بدي اياكم تعملوا، هاي الطريقة اللي انا عملتها زين. انا صراحة زي ما كنت وعدتكم، واني اسفة كتير، قلت لكم حديقتي وراح اعبيها الالوفيرا، ولقيت ما في الوفيرا ابد ولا اشي، كله ميت كله منتهي، يعني مأساة مأساة الصراحة. المهم مو مشكلة حبيباتي، بتطلعوا أول مغسلتها جربوها، راحوا أنتوا أول غسلة طلعوا إيدي كتير حلوة. بعديها شو سويت، أنا عندي هذا جاهز طيب من ألمانيا ما خذيته، هو عبارة عن شنو، بس صراحة أنا مسويته من الفريش، يعني من الألوفيرا الزرعة النبتة
زين يعني. وهذا الليمون طلعوا الليمون وش اسمه طلعوا، هذا غسول، هو شوفوا غسول. شو سويت انا كمان بعديها حبايبي، تقدرون يعني بس هذه، بس هذه تقدرون، بس انا سويتها هاي على 3 خطوات 3 مراحل يعني. كمان ما اشتغل طلعوا الله كتير حلوه، كتير حلوه ايد هيك. المهم اول مرحله انا اللي صراحه سويت هاي اول مرحله، بس ما فيها مشكله يعني، بس سويت هاي الثانيه هاي الاولى مو مشكله. انا على 3 مرات غسلت ايدي. تاخذون قليل من الالوفيرا، الالوفيرا اللي عندكم بالدار اللي موجود، طيب الالوفيرا او تبع الصيدليه، بس انا افضل الالوفيرا اللي موجود عندكم بالدار. تاخذون قليل من عنده وتهرسوه كتير كويس. شو تعصرون عليه؟ تطلعوا الليمون، الليمون تعصروا عليه قليل من الليمون زين، وتظلوا تعملوا تفركوا هيك ايدكم فيه كتير كويس. بعديها اللي حابه، اللي حابه مو الزامي، لانه هو هذا يعتبر غسول مو الزامي، تاخذي لك هيك قفازات زي هيك وتلبسيها بايدك وتكملين كل شغل ايدك وانتي لابسه هاي القفازات بايدك زين. بعد ما خلصتي مثلا نقول انا سويت غرفتي، بعد ما رتبت غرفتي وخلصت وغسلت حمامات وهيك، كنت حاطه هذا غسلت ايدي. طيب بعديها شو سويت؟ يعني بالبدايه خليت هذا مثلا او هذا، اي واحد منهم، هذا او هذا، وبعديها سويت هذا. بعديها تقدرون بس واحد منهم، بس انا قاعده اعطيكم اكثر من شيء يعني، تقدروا تستعملون بس الالوفيرا مع الليمون، او تقدرون بس زيت الزيتون مع الملح زين. بعديها شو سويت؟ هذا كمان شوفوا الالوفيرا شقد ركزت فيها على ايدي، لاني بدي ارجع الرطوبه الايدي. هون شوفوا شو هذا الكريم عباره عن شو؟ جل الالوفيرا مع جوز الهند، جل الالوفيرا مع جوز الهند. انتوا بهيك حاله شو راح تعملوا؟ تجيبون قليل من جل الالوفيرا وتخلطوه مع جوز الهند، طيب زي هيك طلعوا هو هيك يطلع، وتقدروا قليل من النيفيا كمان وتحطوه كله هيك مع بعض هيك يعني بعلبه، وتخلوه على ايدكم، تخلوه على ايدكم يا ريت عشان ما بي شلون نقول ينمسح او هيك، على طول تلبسون يعني عشان شلون نقول ايدكم ترتاح وتروح من عندها التجاعيد وتنشد هيك، تنشد عندكم تلبسوا على السريع زي هيك عشان شو شلون تقول تحتفظ بالزيوت تبعتها. طلعوا انا هيك يعني بس عشان اورجيكم، طلعوا هيك تلبسيها ولا يعني، وانت تشتغلين تقدرين تلبسيها وتسيبيها هم كمان هيك على ايدك. ليش انا حبيت تلبسون يعني هذه القفازات؟ عشان الكريمه تتغلغل بالجلد، مو تنشف بسرعه، مو تنشف بسرعه. انا هذا الشيء سويته والحمد لله والشكر يعني بلشت ايدي تتحسن زين. وهسه شايفين يعني بس اسكر الفيديو ما راح اشيلهن من ايدي، لاني حطيت زي ما قلت لكم ما راح اكتب الوصفه معلش، لان كتير مشغولة عندي شلون تقولون توني جاية جديدة بالبلد وضيوف وطبة وطلع وهاي يعني ما في يعني صراحة ما عندي ابدا وقت، بس مو مشكلة حبايبي، بس سامحوني هاليومين خلوني اشبع من اهلي ومن اصدقائي ومن خواتي، وانتو كمان خواتي صدقوني وانا كتير مشتاقة لكم، بس تعرفون يعني ما بقدر اتخاجل ويا اي حدا يجيني. المهم حبايبي تسيبوها هيك يعني فد ساعة نص ساعة ثلث ساعة، بس الكريم كله يشرب مع بعض. كتير من الخوات كتبولي ويشكون من ايدهم، بيقولوا عمري 30 وايدي كتير ناشفة، عمري مثلا 40 وكتير ايدي ناشفة وفيها كتير تجاعيد. هاي الطريقة راح تخليكي خاصة من تلبسين هيك كنتي راح تخليكي يعني شلون نقول ما تنشف بسرعة الزيوت وتروح، راح تتغلغل داخل مسامات الإيد. طيب وحاولي دائما لا تحاولي هيك تفتحي إيدك، دائما حاولي هيك اعملي لها هاي الحركة، طيب اشد كل عضلات الإيد، اشد كل عضلات الإيد.
اتمنى من عندكم بحاله حبايبي كمان في خوات ما عندهم جل الالوفيرا وما بيقدرون يسوون جل الالوفيرا مثلا ويا الليمون، قبل ما انسى تاخذون قليل من الفازلين مع جل العفو، قليل من الفازلين مع الليمون كمان كتير كويس. ترى الفازلين هو اصلا للايد، كتير منيح كمان للايد. يعني لو اخذتوا زي ما حكيت لكم جل الالوفيرا مع الليمون او جل الالوفيرا مع الليمون كتير كويس زين. وتقدرون تسوون جل الالوفيرا مع الليمون مع الملح، يعني ثلاثتهم مع بعض زين. وكمان تقدرون جل الالوفيرا مع الليمون مع الملح كمان تقدرون، يعني تقدروا جل الالوفيرا مع ملح مع ليمون تخلطوا بيصير. تقدروا كمان هنا فازلين مع قليل من الملح مع الليمون كمان كتير كويس. هذا غسول للايد، طلعوا هيو انا غسول، يعني هذا تغسلون فيه، غسول تغسلون فيه كتير حلو. بس انتوا عشان بدنا اياه احنا يتغلغل بالايد وايد تترطب، انا قاعده اقول لكم البسوا هيك. اتمنى من عندكم حبيباتي انكم يعجبكم الفيديو، وبنفس الوقت اتمنى من عندكم انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تدعسوا على الجرس وتكبروا القناه تبعكم. يلا هلا هلا فيكم، بدنا نوصل ال100 ألف عشان نسوي لنا هيك بيني وبينكم حفله هيك كتير صغيره بكون اسوي لكم. وان شاء الله بنسوي كمان بين كل فترة وفترة بنعمل لايف، بس على ما تعودتوا معي هيك بيكون التسجيل، بس يكون لايف يعني بقدر أحكي معاكم مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.